لكن أيضا الأمنيات لا زالت موجودة بالنسبة لمنتخب العراق، والعراق كل العراق الذي ينتظر القرار خلال الأيام القادمة بالسماح له بأن يلعب على أرضية ميدانه. ونحن هنا حقيقة عبر قنوات الكاس، وأنا شخصيا نقف وأقف بجوار العراق وننتظر بحول الله عودة الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد إلى الملاعب العراقية، لأن العراق تمتلك كل المقومات اللازمة من أجل أن تمارس كرة القدم على ملاعبها ما بين جماهيرها، وشاهدناها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة وفي أكثر من بطولة مدى المقدرة الكبيرة التي يمتلكها أهل العراق من أجل أن ينظموا البطولات وأن يستضيفوا مباريات كرة القدم على ملاعبه. والشغف اللي موجود عند العراقيين كبير جدا في هذا الجانب، وشفنا الحضور الجماهيري الكبير جدا حقيقة، لذلك من حق أهل العراق يعني يشاهدوا منتخب بلادهم في مباراة رسمية تحت أجندة الفيفا يلعب على أرضه ما بين جماهيره. قرار ننتظره بحول الله، ونتمنى بأن نسمع من خلاله أخبار مميزة لعودة نشاط كرة القدم إلى الأراضي العراقية.